مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تونسنا. في إطار إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشهيد شكري بالعيد، نظمت الهيئة الوطنية للمحامين ندوة صحفية حضرها مجموعة من المحامين ووجوه سياسية وعائلة الفقيد بالعيد، تم خلالها عرض شريط وثائقي قصير تخليدا لذكراها. سنة تقريبا مرت على اغتيال الفقيد شكري بالعيد، ملف قضية اغتياله لا زال مفتوحا، ومقتل كمال القذقاذي لا يمكن أن يغلق القضية حسب ما صرحت به زوجة الفقيد بالعيد وأصدقائه. السياسة الأمنية هذه أصبح مشكوك فيها بشكل جدي، والسياسة الأمنية هذه اللي تهدي الأرواح ما معناها شيء مؤسف جدا أن يتلفظ وزير الداخلية بهذا اللفظ وأن يقول أنه يهدي لنا القذقاذي ميت. احنا ما نقبلوش الاموات كهديه، عمرنا ما قبلنا الاموات كهديه، ما نرضاوش الموت حتى لاعدائنا. لن نسمح بان يكون قتل القذقاذي دفنا للحقيقه، القذقاذي لم يكن الا اداه في ماكينه كامله، يجب كشف هذه الماكينه، الفاعلين داخلها والمساعدين لها، من تواطأ ومن تستر ومن ساعد على اغتيال الشهيد شكري بالعيد وعلى ذبح جنودنا. لم يزل ولن يزل الستار الا لما نعرف شكون يعني شاركوا قرارا وتخطيطا وتنفيذا في عملية اغتيال شكري بالعيد. ليس هناك ما يدعونا إلى تشكيك فيما قدمته وزارة الداخلية، لكن بالنسبة لملف شكري بالعيد فأنا ما تم لا ينهي هذا الملف. كنا نتمنى أن يتم إلقاء القبض على القذقاذي وغيره أحياء حتى يبوحوا بما لهم من أسرار بخصوص اغتيال الشهيد شكري بالعيد. زملاء الشهيد شكري بالعيد تحدثوا خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين عن مسيرته المهنية والسياسية، مؤكدين على ضرورة مواصلة كل الأطراف لما بدأه دفاعا عن الحق والحرية والكرامة. كل يوم 8 نتاع الصباح بيتي خد الخوت عايش، ركضوا في يده كتبتوا فيها ملفات. ينوب من توا، ينوب بالفلوس، يقبل قضايا نفقة، ما عادش شكون زملائه، يقبل كل شيء، محامي نتاع روبا. تخليدا لذكرى الفقيد شكري بالعيد، عرضت الهيئة الوطنية للمحامين شريطا قصيرا يبرز مسيرته النضالية. مات بالعيد، لكن يد الغدر التي اغتالته لم تخمد صوته، ليبقى صداه داخل أروقة المحاكم يذكر بمرافعاته دفاعا عن الحقوق. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه تم التعرف على كامل عناصر المجموعة الإرهابية التي تم القضاء عليها يوم أمس بعد إجراء التحاليل العلمية على بصمات الهالكين، وهم كالآتي: كمال بن الطيب القذقاذي، أيمن بن محمد بن الربيع بهري، محمد الناصر بن الهادي الدريدي، علاء الدين بن عبد الوهاب بن جاحي، هيكل بن محمد بن علي بدر، علي بن مصطفى القلعي، مكرم بن منوب الرياحي. وأكدت الوزارة في بيانها أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب للحرس الوطني تواصلان عملهما للبحث عن باقي حيثيات العملية الإرهابية. قال وزير الداخلية لطفي بن جدو يوم أمس خلال ندوة صحفية أنه تم خلال سنة 13 و2000 القبض على 1343 متهم بالإرهاب، وأنه تم تقديمهم للعدالة بالإضافة إلى حجز كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال العمليات الأمنية. عمليات حجز الأسلحة وإلقاء القبض على الإرهابيين وحسب ما صرح به وزير الداخلية لطفي بن جدو عمليات يومية، حصيلة مفزعة قدمها بن جدو خلال ندوة صحفية البارحة، والذي أشاد بجهود الأمنيين وقوات الجيش في السهر على أمن البلاد ومحاربة الإرهاب. المجموع 1343 متهم بالإرهاب قدموا خلال سنة 2013 للعدالة. العناصر المورطة في شبكات التهريب إلى سوريا 190 قدموا من قبل وحدات الأمن الوطني، 108 قدموا، 109 قدموا من قبل وحدات الحرس الوطني، المجموع 293، قرابة 8000 فتاة وشاب منعوا من السفر إلى سوريا أغلبهم بطلب من العائلة. العناصر التي لقيت حتفها أثناء المواجهات مع قوات الأمن الداخلي الباسلة 4 من قبل الأمن الوطني و19 من قبل
الحرس الوطني. التصدي للإرهاب لم يقف حد ملاحقة العناصر المتورطة فيه، بل كشفت ملاحقتهم عن كمية هائلة من الأسلحة والمتفجرات تم حجزها خلال سنة 13 و2000. حجزنا أكثر من 246 قطعة كلاشينكوف خلال سنة 2013، 118 بندقية صيد، 3 مسدسات، 217 قنبلة يدوية، 16661 من الذخيرة، 1320 سواعق، 520 لغم، و 270 قذائف حربية. بن جدو أكد أن عملية الإرهاب تتالت آخرها عملية رواد بعد أحداث قبلات والوردية وغيرها، مشددا على أن التصدي للإرهاب بكل أشكاله هو جهد كل الوحدات الأمنية، ومنددا بوصف هذه الأجهزة بالفشل. هذا وقد قدم وزير الداخلية لطفي بن جدو تفاصيل عملية رواد وحصيلة القتلى من المجموعة الإرهابية والبالغ عددهم 7 أشخاص. ملخص هذه العملية في التقرير التالي. طويت صفحة أحداث رواد بعد مقتل المجموعة الإرهابية المتكونة من 7 أشخاص من بينهم الإرهابي كمال القذقاذي. تفاصيل هذه الحادثة قدمها وزير الداخلية لطفي بن جدو خلال ندوة صحفية البارحة، حيث أكد أنه تم القضاء على كمال القذقاذي المتورط في اغتيال الشهيد شكري بالعيد وفي أحداث الشعامبي. تبين أن من بين هؤلاء كمال القذقاذي محمد الناصر الدريدي، هذا عنصر خطير مختص في صنع المتفجرات. الثالث هو هيكل بدر. الرابع علاء الدين مجاهد، هذا عنصر خطير جدا. ثم علي القلعي، كذلك من العناصر الإرهابية الخطيرة التي كانت فوق جبل الشعامبي. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أكد أن عملية القضاء على المجموعة الإرهابية وتفكيك الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها دامت 20 ساعة تقريبا، وشهدت تبادل إطلاق نار من الجانبين، توفي خلالها الوكيل بالحرس الوطني عاطف الجبري. أدت إلى استشهاد بطل الحرس الوطني الوكيل عاطف الجبري وإصابة جوز أعوان، عون ينتمي إلى الوحدة المختصة للحرس الوطني، وعون ينتمي إلى الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب تابع لدار عامة لوحدة التدخل. محاولات التفاوض مع المجموعة الإرهابية وحثهم على الاستسلام وحسب ما صرح به وزير الداخلية لطفي بن جدو باءت بالفشل البارحة، حيث عمدت هذه المجموعة الإرهابية إلى إطلاق النار على أعوان الأمن والجيش الذين حاصروا المنزل الذي تحصنوا به. أردنا أن نجتنب قتلهم وطلبنا منهم الاستسلام، وقد كان كل منهم مسلح بسلاح الرشاش ورمانات يدوية ويضعون أحزمة ناسفة، وأصروا على عدم الاستسلام رغم مضي ساعات وساعات. أما حصيلة الأسلحة التي تم حجزها بالمكان فتمثلت في معدات تفجير وثلاث كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة الأخرى. تم حجز عدد 3 كلاشينكوف وعدد 1 شتايل وكمية هامة من الذخيرة والمتفجرات قدرت ب 600 كيلوغرام من التي ان تي، يعني هي شحنة وكمية كبيرة وكبيرة جدا إضافة إلى معدات التفجير. هذا ما تم حجزه أثناء العملية اللي تم إحباطها ما بين يوم البارحة واليوم. آخر مستجدات قضية رواد الكشف عن هويات جميع المشاركين في هذه العملية. عملية رواد أكدت أن مد الإرهاب تجاوز الحدود لتحاول أفراده نسج خيوطها وسط العاصمة. بعد 9 أشهر من الانتظار، سافر عشية اليوم الوكيل بالحرس الوطني حسان الجبالي للعلاج بفرنسا لمدة 4 أشهر. ويذكر أن حسان الجبالي كان قد أصيب في 29 من أفريل الماضي خلال عملية عسكرية في جبل الشعامبي، مما تسبب في فقدان بصر عينه اليمنى وتضرر عينه اليسرى. تضرب 29 أفريل 2013 في جبل الشعامبي إكسبلوزيون تامين، فقدت البصر في العين اليمين والعين اليسار تمست ولاباس، وخارج النوم ان شاء الله بعد 9 شهور من الضربه باش نعمل البروتيز على عيني اليمين. عنده شهاده طبيه تقول انه يلزم يعمل العمليه على العين الثانيه باش ما تسقطش في ظرف شهر، فهمني؟ العين واليمين سقط.
استني هنا، عندنا ثقة في القيادة بتاعنا، عندنا ثقة في وزارتنا، عندنا ثقة في حكومتنا، إلا أنه طال الموضوع. الطبيب يقول معناتك اللي يلزم يعمل العملية في ظرف شهر هو مش يعملها بعد 10 أشهر. طالب رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين اليوم خلال ندوة صحفية الحكومة الجديدة بضرورة الإسراع في النظر في ملف القضاة المعفيين وإحالته على هيئة القضاء العدلي. من جهتها أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة الجرافي أن وزير العدل الحالي حافظ بن صالح أبدى استعداده لإيجاد حلول جدية لهذه القضية. لا نخاف المحاسبة، ومطلبنا التعجيل في النظر في ملفاتنا وإحالتها على هيئة القضاء العدلي. هذا ما صرح به رئيس جمعية الدفاع عن القضاة المعفيين لحبيب الزمل اليوم خلال ندوة صحفية. نطلب من السيد رئيس الحكومة تبني هذا الموضوع وفتح هذا الملف من جديد، ورجع في الأوامر وإحالة الملفات على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حتى يتم النظر في أن إما تأديبيا أو جزائيا، والكل يتحمل مسؤوليته. الملف تم توظيفه سياسيا، وعملية الإعفاء لم تكن قانونية وتعد تجاوزا خارقا في تاريخ القضاء التونسي، أمر أكده رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء أحمد الرحموني. تم الإعفاء لدوافع سياسية، وهذا ما شهد به حتى المتفقد العام الذي ينسب له الإشراف على هذه الإعفاءات. وفي آخر تطورات المفاوضات الحكومية وجمعية القضاة التونسيين، قالت رئيسة الجمعية روضة الجرافي إن وزير العدل الجديد أبدى استعداده لإيجاد حلول جدية خاصة فيما يتعلق بملف القضاة المعفيين وقرار التعيينات. لمسنا تجاوب يعني إيجابية في طرح يعني حلول جدية وعاجلة لتفعيل الحركة القضائية باش نحلوا مشكلة يعني ترشيح القضاة الوظائف القضائية العليا حسب ما يقتضيه قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، اعتبار أن هي اللي ترشح وأنه التسمية ما تصيرش بصفة مباشرة من السلطة التنفيذية. بغض النظر عما إذا كان القضاة الذين تم إعفاؤهم متورطين حقا في قضايا فساد، فإن طريقة إعفائهم تبقى خرقا واضحا في جدار الديمقراطية التي حلم بها الشعب التونسي إبان الثورة التونسية. أكدت دراسة أخيرة قام بها البنك الدولي لتقييم حجم التجارة الموازية بتونس أن الضغط الجبائي المفروض على بعض المواد هو من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة. جاء هذا خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم حول التهريب والتجارة الموازية. دراسة قام بها البنك الدولي لتقييم حجم التجارة الموازية بتونس، وهي الأولى من نوعها، حيث بيّنت الدراسة أن قيمة الخسارة الجبائية من التهريب تصل إلى حدود 1200 مليون دينار سنوياً. الخسارة اللي قيمتها الدراسة متاع البنك الدولي تقريب 1200 مليون دينار خسارة فيما يخص الجبائية. لاحظنا كونه فما المواد اللي يوقع فيها التهريب أو التوريد العشوائي هذايا، هي كانت خاضعة في تونس في نسب متاع أدات مرتفعة توصل حتى قرابت 100%، بينما في البلدان المجاورة تقريب في حدود 6% تقريب الضغط الجبائي فقط. 107 مليون دينار هي قيمة البضائع المحجوزة لسنة 2013، وصلت إلى حد حجز أسلحة وذخائر متفجرات. هذا ما صرح به الرائد لسعد بشوال بالإدارة العامة للديوانة، مشيرا إلى أن الانفلات الأمني في المناطق الحدودية للبلاد هي من أهم أسباب استفحال هذه الظاهرة، خاصة خلال 3 سنوات الأخيرة. الاستراتيجية متاع الإدارة العامة للديوانة واضحة برشا، والاستراتيجية مبنية تكون على أساس معناها دراسة تشخيصية ميدانية للعديد المسالك المعتمدة من قبل المهربين، ولتحديد تيارات التهريب وتحديد أنواع البضائع. احنا نعرفوا معناها الأعوان الحدود والأعوان الديوانة والمعناها والشرطة كل قاعدين يقوموا بعمل، لكن ثم نقص في الإمكانيات، ثم نقص في الأعداد. لازم يكون ردع معناها في الحدود، المراقبة في الحدود البرية الحدود والبحرية، تكون المراقبة كذلك في البوابات تدخل تونس مراقبة صحية. التهريب والتجارة الموازية ليس بالظاهرة الجديدة، لكنها استفحلت أكثر فأكثر بعد 14 من جان في 2011، ما زاد من عزيمة كل من الديوانة واتحاد الصناعة والتجارة والأطراف الفاعلة للوقوف بصرامة أمام هذه الظاهرة التي تنخر اقتصادنا الوطني وتهدد صحة المواطن.
في ليبيا أصيب 6 أشخاص معظمهم طلاب بجروح في انفجار قنبلة يدوية في إحدى مدارس مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم حسب مصادر أمنية محلية، حيث عمد أحد الطلاب إلى رمي قنبلة في المدرسة بعد أن قامت الإدارة بطرده. بعد أكثر من 2 على الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي، لا زالت الحكومة الليبية تواجه صعوبات في فرض الأمن في البلاد والسيطرة على عمليات المسلحين. عملية إرهابية جديدة تحمل دوافع شخصية استهدفت اليوم مدرسة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث عمد أحد الطلاب رمي قنبلة يدوية في مدرسة مهد المعرفة بعد أن قامت الإدارة بطرده، ما أسفر عن إصابة نحو 6 طلاب. وفي ظل الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها ليبيا وخوفاً من سقوط الأسلحة الكيميائية في أيدي الإسلاميين المتشددين والميليشيات الإقليمية، سعت السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيميائي الذي من شأنه أن يشكل تهديداً خطيراً يطال سلامة الأهالي والمحيط البيئي والمناطق المجاورة. أعلنت ليبيا يوم أمس على لسان وزير خارجيتها محمد عبد العزيز أنها دمرت كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية والذي ورثته من النظام السابق بدعم لوجستي ومساندة فنية قدمتها كل من أمريكا وكندا وألمانيا. وكانت طرابلس تملك 13 طنا من غاز الخردل وبدأت برنامجها للتخلص من أسلحتها الكيميائية في عام 2014 إبان حكم النظام السابق وبعد توقيعها للاتفاق الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية وانضمامها إلى المنظمة المعنية بحظر هذه الأسلحة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.